مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا الأخ أبو محمد يقول الشيخ صالح الفوزان سلمه الله، كتب الفقه كثيرة، ولكن أسأل الشيخنا عن الكتب الميسرة والمعتبرة في الفقه الذي يرجع لها طالب العلم وتكون سهلة الفهم، لأن هناك عبارة يصعب على الدارس فهمها، وما أفضل شيء يقتني طالب العلم المبتدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما في الحديث، لا سيما ما يستقيم به دينه، تصح به عقيدته وعبادته، ثم معاملاته وجميع شؤونه، وبحاجة إلى الفقه في دين الله عز وجل. والفقه ولله الحمد ميسر، والكتب كثيرة، ولكن الشأن في المعلم الذي يستطيع أن يبين للطالب فقه هذه الكتب على الوجه المطلوب، بأن يكون هو أولا مؤهلا متفقها، بحيث يستطيع أن يبين للطلاب ما في هذه الكتب من الخير والهداية والعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالمتعالم والمبتدي والجاهل لا يصلح أن يكون معلما، لأنه هو بحاجة إلى من يعلمه. وكذلك لا يصلح أن الإنسان يقتصر على الكتب والمطالعة والحفظ، هذا كله لا يكفي، هذه وسائل فقط، ولا بد من أخذ العلم عن العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. والله جل وعلا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني من المؤمنين، ليتفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنذار إنما يكون بعد العلم وبعد التفقه في دين الله عز وجل. والكتب متنوعة، منها المطول والموسع، وهذا لأهل العلم الكبار والراسخين في العلم، ومنها ما هو متوسط، وهذا لمن تحصيلهم متوسط، ومنها المختصر، وهذا للمبتدي. المختصرات هي مدخل العلوم، كل علم فيه مختصر، في الفقه، في المصطلح، الحديث، تفسير، في جميع العلوم مختصرات، في الفرائض مختصرات، وهي مفاتيح للعلوم. وطالب العلم لا يذهب إلى الموسوعات، كتب الكبيرة والصحاح في الحديث، وإنما يبدأ على ما قالوا من الصفر، فيبدأ من ألف باء بداية العلوم، حتى ينفتح له الباب، ثم يتدرج شيئا فشيئا في الفقه على أيدي العلماء، حتى يتكون عنده حصيلة جيدة يعتمد عليها. والعلم ليس له نهاية، لا أحد يقول أنا انتهيت، العلم واسع وليس له نهاية، والمدارك تختلف. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا،
فالطالب العلم يتدرج في طلب العلم على أيدي العلماء، والعلم ما هو يؤخذ دفعة واحدة، إنما يؤخذ شيئا فشيئا ويتدرج فيه شيئا فشيئا على أيدي العلماء. هذه هي الطريقة الصحيحة للتعلم. فإن كان طالب العلم في الدراسات النظامية ودور العلم فإنه يقرأ المقررات في هذه الدور العلمية، مقررات المقررة فيها في مختلف الفنون على أيدي المدرسين. وإن كان ليس في الدراسة النظامية، يعني في المساجد في الحلقات، فهذا يتوجه بما يوجهه به شيخه الذي يدرسه. وكما ذكرنا العالم لا يأخذ الطلاب المبتدئين إلى فروع العلم توسع فيه والخلاف، إنما يتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يتمكنوا ويكون عندهم حصيلة يعتمدون عليها ويبنون عليها. هذه هي الطريقة للعالم والمتعلم. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين، قالوا الربانيون هم الذين يدرسون صغار العلم قبل كباره، الله أكبر، من التربية، فيربون طلبة العلم على هذا، يتدرجون بهم شيئا فشيئا. نرى الآن من يظهر على الناس فجأة، نعرفه عاميا ثم يظهر على الناس فجأة، يصير محدثا، يصير فقيها، يصير وهو ليس عنده حصيلة، إنما قرأ له كتاب أو كتابين ولم يفهمهما وظن أنه صار عالما، فيضر نفسه ويضر الناس لأنه لم يأخذ الطريق الصحيح لتعلم العلم على المنهج السليم. نعم، أحسن الله إليكم على هذا الاستهلال المبارك. ونبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. الأخ سعود من الرياض، تفضل أخي سعود. سعود، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تكفى خير يا شيخ صالح. حياك الله. الله يسلمك طول عمرك. شيخ صالح، احنا مجموعة من العسكريين نباشر في مهمة، في مهمة رمضان أو في مهمة مكة. ذهابنا من الرياض إلى مكة نؤدي نحرم من الميقات من السيل عشان نؤدي العمرة قبل مباشرتنا في العمل. ونواجه نقاط تفتيش من الجوازات يمنعوننا، يقول لك لازم تفسخ الإحرام بحجة أن يقصدوا يحجبوننا أن بمشارك في مكة نؤدي فريضة الحج، وهذا غير صحيح. حنا نؤدي المهمة في المشاعر، فهل علينا شيء إذا أحرمنا من الميقات وواجهنا نقاط التفتيش وألزمونا بفسخ الإحرام؟ طيب، شكرا. الأولى أنكم تأخذون إذن من مرجعكم قبل أن تتوجهوا إلى مكة، تأخذون إذن في العمرة، يكون معكم تصريح بحيث لا يعترض عليكم أحد. وأما إذا لم تأخذوا إذنا ولا تصريحا فأنتم تتعرضون لما ذكرت، فإذا أجبروكم على خلع الثياب وهذا من جهلهم، الواجب أن المحرم لا يتعرض له، لا يتعرض له ولا يؤذى، لأنه من آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ينبغي يشجع يسهل طريقه. ولكن هؤلاء يطبقون النظام ولا يفهمون حكم الشرع في هذا، وإلا المحرم يمكن من ذلك، يمكن من أداء نسكه الذي أحرم به، لا سيما وأنتم محرمون بعمرة ما تأخذ وقتا طويلا من الوقت الوظيفي. فكان الواجب عليهم أن يساعدوا المسلمين على أداء مناسكهم، و
إذا أجبروكم وخلعتم الملابس ثم عدتم ولبستموها إذا تعديتم، يجب عليكم إذا تعديتم هذا الحد أن تعيدوا ملابس الإحرام وتكونون معذورين فيما جرى منكم. وإن كان الإنسان يريد إبراء الذمة والخروج بيقين من المشكلة فإنه يفدي بأن يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يذبح في مكة، يطعم في مكة، أو يذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، لأن هذا من فدية الأذى المخير فيها. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ المتصل أيضا حسن، تفضل حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل. أنا جتني وظيفة في البنك الأهلي وأنا بسأل البنك هو على الشريعة ولا؟ شكرا. اطلب الرزق في غير هذا، وأبواب الرزق كثيرة والوظائف كثيرة ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، يوجد في مسجدنا بعض النسخ من سنن الترمذي ولا يوجد عليها كتابة وقف، هل يجوز أخذها وقراءتها والانتفاع بها؟ ما كان في المسجد من الكتب ومن المصاحف فإنه وقف، ولو لم يكتب عليه وقف، وجوده في المسجد يعتبر توقيفا، فلا يجوز إخراجه من المسجد، هو جعل للذين يستفيدون منه داخل المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. أرسل هذا السؤال الأخ يقول بأنني أعمل في الصيد البحري وأخرج للصيد في قارب صغير من الصباح الباكر إلى قرابة انتصاف الليل، ولضيق المكان أضطر واضطراب البحر أضطر أحيانا لصلاة الفريضة جالسا، فهل الأولى أن أصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقتها جالس، أو أؤخر صلاة الظهر وأصليها جمعا مع العصر بعد ذلك؟ على كل حال، إذا كنت تتمكن من الصلاة في وقتها في القارب فتؤديها ولو جالسا، اتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كنت لا تستطيع الصلاة في القارب إلا وأنت جالس فتؤدي الصلاة وأنت جالس، لكن في الوقت، لا تؤخرها عن الوقت. أما إذا كنت لا تستطيع الصلاة ولو جالسا فإنك تجمع الأولى مع الثانية في وقت الثانية، إذا خرجت من البحر في وقت الثانية. أما إذا كنت ما تخرج إلا بعد غروب الشمس فإنك لا تخرج الصلاة عن وقتها وعن وقت الجمع، تصلي وأنت في البحر على حسب استطاعتك. نعم، إذن يا شيخ، الاتيان بركن القيام يعني وهو في هذه الحالة معذور في معذور. هذا كما يستطيع الوقوف لاضطراب البحر ويخشى على نفسه من السقوط فإنه يصلي جالسا. نعم، الحمد لله. تفضل يا عبد الرحمن، معنا على الخط، تفضل. نعم شيخ صالح، أنا أعرف واحد كان يغش في اختبارات نهائية وتاب، كان يغش في ثاني ثانوي وثالث ثانوي تاب، وش عليها الحين؟ عليها التوبة إلى الله والنصح في دراسته وعدم العودة إلى الغش. نعم، عدم العودة بس. أي نعم، شكرا. معنا أيضا عبد الله من الخرج، تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بسأل عن الزكاة، عندي أرض جات ملحة ولها 5 سنين وما زكيت عليها، هل عليها زكاة ولا؟ أنت ناويها ليش؟ ناوي أبغى تزيد يعني بعد فترة تزيد سعرها مثلا وأبيعها. عرضها للبيع؟ أيوة، يعني بعد سعرها بعد زيادة يعني. ما دمت ملكتها ونويتها للبيع فإن فيها الزكاة كل سنة، تثمنها إذا تم عليها سنة تثمنها بسعرها الحاضر وتزكيها، تخرج ربع العشر من يوم ملكتها أول سنة يعني، من يوم نويت بيعها. أين؟ وكم طيب يصير مثلا يعني حسب القيمة مثلا؟ قيمة حسب القيمة اللي تساويها في الوقت، والواجب المقدار ربع العشر. شكرا. طيب من يقيمها؟ أنت.
أو تسأل مكتب العقارات. أيوة طيب شكرا. طيب ما زلنا مع اتصالات الإخوة. نعم فضيلة الشيخ يقول إذا خرجت من المسجد لمدة 5 دقائق ثم رجعت مرة ثانية هل يلزمني تحية المسجد؟ إذا كنت خرجت بنية الرجوع نعم لحاجة قريبة بنية الرجوع ثم رجعت فليس عليك تحية المسجد لأنك في حكم الجالس في المسجد. نعم. يقول هذا السائل هل نحصل على ثواب مجالس الذكر الذين ذكروا في الحديث ونحن نستمع للعلماء والدعاة عبر الانترنت؟ نعم لكم من الأجر بمقدار ما تشاركون فيه لأن هذا استفادة من العلم واستماع إلى العلم فهو يشبه الجالس في حلقة الذكر. نعم جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول صليت خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة عدة صلوات ما حكم صلاتي وصلاة هذا إمام المسجد؟ إمام المسجد يفعل ما يستطيع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كان يستطيع تعديل القراءة وتصحيح القراءة وجب عليه ذلك إن كان لا يستطيع إلا قراءته الحالية يصلي على حسب حاله أما أنت إذا كنت أحسن منه فلا تصلي خلفه وهذا إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة وصلاتك خلفه صحيحة لكن إذا وجدت من هو أحسن منه فصلي خلفه. نعم. عبارة العذر بالجهل متى يعذر الإنسان بالجهل؟ إذا كان ما يمكنه زوال الجهل ليس عنده علماء ولا يسمع كلام أهل العلم ولا يقرأ ولم يصل إليه شيء فإنه يعذر بالجهل في هذه الحالة فالجهل الذي لا يمكن زواله يعذر به وأما المسائل الخفية لأن المسائل على نوعين مسائل ظاهرة ومسائل خفية مسائل الظاهرة يكفي أن يسمع أهل العلم يسمع المحاضرات يسمع الدروس يسمع القرآن يسمع القرآن وهو يتلى وفيه الوعد والوعيد وفيه النهي وفيه الأمر وفيه في الأمور الظاهرة أما الأمور الخفية فهذه يرجع فيها إلى أهل العلم أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم أحسن الله إليكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. أبو أنس معنا على الخط تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك فضيلة الشيخ صالح؟ حياكم الله. نحبكم في الله يا شيخ صالح. حبكم الله فيما وددنا يا شيخ صالح نعرف رأيكم في التصوير الفيديو والفيتوغرافي أحسن الله إليكم. لا يجوز إلا للضرورة أما في غير الضرورة فلا يجوز التصوير بجميع أنواعه. نعم طيب اتصال آخر من عبد السلام تفضل تفضل سليمان تفضل سليمان السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالك يا أخي. نعم حياك الله. كنا كلمة شيخ تفضل تفضل الله يسلمك تفضل. يعني لدي أخت أدت فريضة العمرة شهر رمضان المبارك. نعم يا سليمان اسمع التلفون من التلفون كلمنا وقصر التلفزيون شوي قصر التلفزيون تفضل يا أخي الكريم. الله يسلمك. يلا عندي أخت من الرياض من نعم. الرياض أدت فريضة العمرة في شهر رمضان المبارك ورجعت للرياض وما قصرت الشهر ما إيش الحكم اللي عليها؟ تقصر في الرياض ما في معنى. نعم تقصر في الرياض. الحمد لله جزاكم الله. الرياض. اي نعم. ايش اللي ترتب عليها طيب؟ وش حصل منها؟ يسألك الشيخ. حصل عليها جماع بعد ما جيها للرياض؟ لا. ايوه تقصر لا لا لا. تقصر وخلاص يكفي تقصر تكمل عمرتها ويكفي. الحمد لله. ما
بارك الله فيك يا سليمان. هذا أبو عبد العزيز يقول: يا شيخ، نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد، ونصلي عليها قبل الذهاب بها إلى المسجد. أنكر البعض وقالوا بأن الصلاة الأولى فرض كفاية والثانية سنة، وأنتم حرمتم الأموات من الأجر، فهل نصلي أم لا، مع العلم بأننا لا نستطيع الذهاب للمسجد؟ الأولى أن تصلوا مع الناس على الجنازة ليكثر المصلون عليها وتدعو لها مع المسلمين، هذا هو الأولى. وإذا كان ما يمكنكم هذا، صليتم عليها حسب استطاعتكم، فلا بأس بذلك، ولا مانع أن تكرر الصلاة على الجنازة، لأن هذا من زيادة الخير وزيادة الدعاء. أما من لم يصلي عليها فيصلي عليها في المسجد، في المقبرة، على القبر، حسب ما يتيسر له. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لتغسيل الموتى، بعض الناس يذكرون ما في الميت من أشياء تحصل له، هل هذا وارد؟ لا يجوز هذا سر، والواجب ستر الميت، ستر الميت وعدم الكلام فيه، وأنه ظهر عليه كذا أو يخاف عليه من كذا، لا يجوز هذا، الواجب الستر. من ستر مسلما ستره الله للدنيا والآخرة، والغاسل مؤتمن على الميت، لا يجوز له أن يتخذ هذا مجالا للحديث عن الأموات. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. مسك الله إن شاء الله الشيخ. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. نعم. نحبك بالله يا شيخ. حياكم الله. نعم. عندي زوجتي فيها سكر، والدكتور يقول لا تصوم، طبعا السنة اللي راحت وهذه صامتها والحمد لله، لكن نسأل هي تصوم ولا تقضي ولا وشلون؟ ما دام انها تستطيع الصيام فإنها تقضي السنة الفائتة والحمد لله، يكفي القضاء. نعم. نعم. تفضل تفضل. شيخي، إذا ما تستطيع، ما تستطيع ما تستطيع فيها سكر متعبها شوي، في الأيام الذي تستطيع فيها، ما تقول صامت رمضان هذه السنة، صارت تستطيع، صارت تستطيع، فتقضي ما عليها ولو متفرقا، ما هو لازم متتابع. نعم. أحسن الله عليكم. متفرقة. إي نعم. شكرا للأخ أبو عبد الله. قال أحد الناس يا شيخ، يقول هذا السائل: إذا أردت أن تسلم من الصلاة فلا تلتفت إلا بعد النطق بالسلام الذي هو ركن، فمن آخذ من كلامه؟ تلتفت مع السلام، مع النطق بالسلام تلتفت جميعا، تسلم وأنت تلتفت في آن واحد. نعم. نعم. تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لك، طال عمرك في واحد عنده عمارة، هلو؟ نعم. في عنده عمارة مأجرها بمئتين ألف. نعم. على عدة أشخاص. طيب. يقول له على أربع قصاص سنوين، فقال لي إذا دفعت لي أنت إيجار العمارة بالكامل مقدما أخصم لك 10% وأنت تستلم الجمع، هل فيها ربا؟ نعم، هذا هو الربا، ما يجوز هذا. هذا بيع دراهم بدراهم أكثر منها. طيب، شكرا. أحسن الله إليكم. يسأل شيخ هذا عن حكم التعلق بالأسباب، وهل ينافي التوكل؟ التعلق بالأسباب شرك، التعلق بالأسباب شرك، والتعلق بالتوكل وترك الأسباب نقص في الشريعة. نعم. فلا بد من الجمع بين الأمرين، الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يتوكل على الله ويترك الأسباب، لأن الله ينهى عن ذلك، قال جل وعلا: وخذوا حذركم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، فلا يقتصر على التوكل ولا يقتصر على الأسباب، بل يجمع بينهما، هذا هو المشروع للمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت أم خالد لها ثلاثة أسئلة من الدوادمي، تقول بأنها نزلت عليها الدورة في شوال وتعدت أيامها المعتادة ولم تطهر، هل تصلي أم ماذا عليها؟
إذا كان تعديها للأيام المعتادة متواصلا وهو لون الحيض وصفات الحيض فإنها تجلس إلى 15 يوما، فإذا بلغت 15 يوما ولم ينقطع فإنها تغتسل عند تمام الخمسة عشر، لأن أكثر مدة الحيض عند الجمهور 15 يوما. يا شيخ، تقول مسافرة أرادت الجمع بين المغرب والعشاء فصلت بين الوقتين، هل هذا جائز؟ لا بأس، الوقت كله يصير وقت واحد، في الجمع يصير وقت الصلاتين وقت واحد للثنتين، في أولها وفي آخرها وفي وسطها. نعم. طيب فضيلة الشيخ، مسافرة تقول أيضا صلت المغرب 3 ركعات في وقتها والعشاء قبل دخول الوقت، وهي مسافرة أو مريضة. نعم مسافر. إذا صار لها عذر سفر أو مرض فلها أن تجمع. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيء آخر فما الحكم؟ الإخلاص لا يكون فيها نية لغير الله، لا يكون فيها شرك أكبر ولا أصغر، بل تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وإذا نوى معها رياء أو سمعة فإنها تبطل، أو نوى معها شركا بالله عز وجل فإنها تبطل، لأن الشرك يبطل العمل، فإن كان شركا أكبر فهو يبطل جميع الأعمال، وإن كان شركا أصغر كالرياء والسمعة فإنه يبطل العمل الذي خالطه. فعلى المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن جميع المقاصد، لكن إذا قصد مع نيته لله أمرا مباحا مما ينفعه فهذا لا يعتبر من الشرك، يعتبر من الاستعانة بما أحل الله عز وجل، كمن وصل رحمه يريد التقرب إلى الله بذلك ويريد أن يطال في أجله وفي عمره كما في الحديث، فلا بأس بذلك لأن هذا أمر مباح. نعم. معنا متصل أبو عمار من الشرقية، تفضل أبو عمار. تفضل. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. سماحة الشيخ صالح فوزان. نعم تفضل. حفظكم الله تعالى، يشهد الله يا شيخ صالح أني أحبك في الله يا شيخ. جزاكم الله خير. نعم. أنتم بإذن الله أهل الثقة يا شيخ، ونحن نثق بكم وبعلمكم الجليل. أنتم تعلمون بما يجري في اليمن في هذه الأيام من ثورات ومن فوضى، ونحن نستمع ونشاهد يا شيخ. فقد تفرقوا المشايخ إلى قسمين، فمنهم من يدعو إلى الثورة وعلى رأسهم الزنداني، فأفتنا يا شيخ إن كان الزنداني من أهل العلم الذي نثق به، فأنتم أهل الثقة يا شيخ. شكرا. ومنهم من هو ثابت على نصوص أهل السنة والجماعة. طيب. وأن هذا لا يجوز، فنرجو منك يا شيخ أن توجه لهم كلمة. طيب. للمشايخ في اليمن والدعاء تنفع بهم البلاد يا بارك شيخ. بارك الله فيك يا أخي. لا نتدخل في شؤون اليمن ولا في غيرها، ولكن ندعو للمسلمين أن ينصر الله الإسلام والمسلمين وأن يعز أهل الدين وأهل التوحيد، ندعو بذلك. أما أننا نخطي أو نصوب فهذا لا نتدخل فيه، لأن لهم أوضاعهم ولهم شؤونهم وعندهم علماؤهم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو فهد معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله بالخير. سلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول يتعلق بالحج. صحيح. كما تعلم يا فضيلة الشيخ أن الحج يتطلب الآن الحجز من بدري وأخذ الحمولات وحجز الحملة يعني، فهل يجوز أن أتدين مبلغ الحملة وأسدد على فترة قد تكون قبل الحج أو بعد الحج، ولكن نظرا لأخذ الحجوزات الآن؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، ما صحة الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بعد ظهر يوم الأربعاء مستجاب؟ شكرا. تفضل الشيخ. استدانة للحج. الاستدانة للحج لا تلزم، إذا كنت ما تستطيع، ما عندك مال تستطيع أن تحج منه فليس عليك حج، لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن كنت تستطيع هذا بدون استدانة ولم تؤدي فريضة الإسلام فإنك يجب عليك الحج، وأما إذا كنت لا تستطيع ماديا
فإنه لا يلزمك الحج وليس عليك حج ولا تستدين لهذا. نعم. أحسن. صحة حديث الدعاء ظهر الأربعاء مستجاب؟ ما في حديث في هذا النص، لكن فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء فاستجيب له، فالدعاء مستجاب في يوم الأربعاء وفي غيره إذا توفرت شروط الإجابة في كل وقت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل في الأربعاء، بل إنه سبحانه وسع على المسلم في كل وقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ فضيلة الشيخ، كيف كانت كلمة التوحيد مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ كلمة التوحيد، نعم، ما تكون كلمة توحيد إلا إذا اشتملت على أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات لله كما وردت في الكتاب والسنة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ له فقرة أخرى عن الرقية، يقول هل الإنسان مأزور عندما يذهب بولده الصغير الذي أصابه المرض لمدة سنة إلى الرقاة كي يقرأ عليه، وما حكم كتابة الآيات وتعليق هذه الآيات في عنقه؟ أما الذهاب به إلى الرقاة الموثوقين من أهل العلم والبصيرة فلا بأس بذلك، هذا من فعل الأسباب. نعم. وأما تعليق الآيات على المريض فهذه محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز تعليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم، وقال إن التمائم والتولة، إن التمائم والرقاء والتولة شرك، فتعليق التمائم يعتبر من الشرك بلفظ هذا الحديث، لأن الإنسان يتعلق بها ويظن أنها تدفع أو ترفع البلاء فينسى الله سبحانه وتعالى، فلذلك تكفي الرقية الشرعية عن تعليق التمائم. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال ركان من ينبع، تفضل يا ركان. طال عمرك، السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ طال عمرك، أنا أفطرت يوم في رمضان بسبب السكر، بس أخذت الدواء ولزمت، هل عليك كفارة بذلك؟ عليك قضاء اليوم فقط، عليك قضاء اليوم، أما الكفارة فليس عليك كفارة. طيب طال عمرك، جواز السكن في مدائن صالح؟ لا، ما يجوز البقاء فيها والسكن فيها، إنما يمر بها في طريقه معتبرا وخائفا أن يصيبه ما أصابه. نعم. كذلك الصلاة فيها طال عمرك؟ ما يصلى فيها يا أخي ولا يجلس فيها، لأنها مواطن عذاب. نعم. نأخذ اتصال الأخ يحيى من مكة، تفضل يا يحيى. يحيى. تفضل يحيى. بارك الله فيك. كلمة الشيخ. نعم تفضل. الله يحفظك يا شيخ، نحبكم بالله يا شيخ. حياكم الله. الله بارك الله فيك يا شيخ. ننوي السفر إلى المدينة المنورة، وأذن علينا صلاة الظهر وإحنا داخل مكة المكرمة، هل نصلي صلاة الظهر إذا كنا خارج البنيان قصرا أم جمعا؟ إذا وجبت عليكم الصلاة وأنتم لم تخرجوا من البنيان فإنكم تتمونها، ولو صليتموها خارج البنيان تتمون، لأنها وجبت عليكم تامة فتؤدونها تامة. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك يا يحيى. يقول ما المقصود بالمكاثرة في الحديث يوم القيامة، وهل تحصل بالجميع؟ كاثرة الأمة، يعني تكثير الأمة. نعم. لتكون الأمة هي أكثر الأمم، قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ليكثر أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة أولاد المسلمين. نعم. هذا السائل يسأل عن حكم تحديد النسل لأجل الأولاد وفضيلة الشيخ وتربيتهم. تحديد النسل لا يجوز إلا إذا خشي على الأم من الحمل أن يكون سببا للقضاء عليها أو لموتها، حينئذ يوقف الحمل دفعا للضرر، لا ضرر ولا ضرار.
أما إذا كانت الأم سليمة فلا يجوز قطع النسل، بل المطلوب النسل مطلوب وتكثير الذرية مطلوب والرزق على الله، ولا يتأثر الإنسان بدعايات الكفار الذين يريدون تقليل أعداد المسلمين ويكيدون لهم بمثل هذه الشائعات. فعلى المسلم أن يتوكل على الله وأن يحتسب الأجر والثواب، ربما يرزقه الله أولادا صالحين ينفعونه حيا وميتا وينفعون المسلمين، فيحسن النية في ذلك ولا يتأثر بدعايات الأعداء أو الجهال. نعم. إذن الشيخ صالح، هناك فرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل. تنظيم النسل شيء آخر، هذا إذا كانت الأم لا تتحمل توالي الحمل عليها لكونها ضعيفة ولا تتحمل تقارب الحمل عليها، فلها أن تأخذ ما يؤخر الحمل عنها حتى تستعد صحيا وجسميا لاستقبال الحمل الجديد، وهذا يسمى تنظيم الحمل ولا يسمى تحديد النسل. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. أبو عبد الوهاب من الرياض، تفضل أبو عبد الوهاب. تفضل شيخ. نعم. السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ لو سمحت، إذا كان شخص توفى أنه أفضل إن نسوي له حجة إذا ما حج، أو إذا كان نسوي له صدقة جارية بدل عن الحجة؟ لا، الحج إذا كان ما حج، إذا كان ما حج فيحج عنه حجة الإسلام لإبراء ذمته. نعم. نعم. طيب، سؤال ثاني لو سمحت. تفضل السؤال الثاني. تفضل. إذا وضعت أمانة عن شخص معين مبلغ من المال، هذا لشخص كبرت هذا الإنسان، وهذا الشخص الذي وضعت هذه الأمانة عنده تصرف بها سواء بحسن نية أو بسوء نية وتوفوا كلهم، ما هو الحكم الشرعي تجاه هذا الإنسان الذي وضعت هذه الأمانة عنده؟ وإذا نحن أولادهم مثلا سامحنا، هل رب العالمين يسامحهم ولا لا؟ شكرا. الله. من عنده أمانة يجب عليه المحافظة عليها حتى يؤديها مع ماله، مع يحفظها مع ما يحفظ به ماله. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا يجوز التصرف في الأمانة إلا بما يحفظها لصاحبها، ومن تصرف فيها بغير ذلك فهو معتدي ويضمن هذه الأمانة. فإذا كان مات بعدما تصرف فيها له تركة، تخرج الأمانة من تركته لأنها أصبحت دينا في ذمته. أما إذا لم يكن له تركة وأراد أحد أقاربه أن يبرئ ذمته فهذا أمر حسن طيب. نعم. الحمد لله. معنا أيضا عبد الرحمن من الرياض، تفضل عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. يا شيخ، أنا نزلت خدت عمرة في رمضان بعد الفجر، وطلعت الطائف صليت الظهر والعصر، احنا ديرتنا بعيدة عن الطائف، وصلت ديرتنا قبل صلاة العصر، وأنا صليت جمع وقصر مع الظهر. ما دام أنك جمعت وقصرت في الطريق ثم وصلت بعد ذلك فصلاتك صحيحة، لأنك وقت الجمع والقصر مسافر، والمسافر يجوز له الجمع والقصر. جزاك الله خير. يقول هذا الشيخ، أرجو أن تبين لنا أو تشرح لنا الفرق بين القرض والربا. القرض هذا لا يؤخذ عليه زيادة، وإنما يدفع لمن يحتاج مبلغ يسدد به حاجته ويرد بدله من غير زيادة، من غير أن يشترط عليه زيادة. فإذا اشترط عليه زيادة صار ربا. إذا اشترط المقرض زيادة على المقترض صار ربا، أو شرط عليه منفعة، ما شرط عليه زيادة مال إنما شرط عليه منفعة كالسكنة في داره والركوب على سيارته أو التحميل على سيارته، فهذا ربا أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وإن كان الحديث فيه مقال لكن أجمع أهل العلم على معناه. نعم. أحسن الله إليكم. نوال عبد الله أرسلت هذا الفاكس قبل قليل عن تشقير الحواجب بالنسبة للمرأة وكيفية القصر والجمع في السفر. تشقير الحواجب صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريمه،
فلا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، بل تبقيها كما خلقها الله عز وجل ولا تتعرض لها. وأما الجمع والقصر في السفر فهما رخصة للمسافر إذا كان سفره يبلغ 80 كيلو فأكثر، فله أن يجمع وأن يقصر في الطريق ذهابا وإيابا. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال خالد من مكة، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك. يا شيخ الله يحفظك، عندنا شابة يمنية مع أهلها أخذوا عمرة في رمضان، وكرروا العمرة في أكثر من مرة في نفس رمضان هذا العام، وفي شوال أخذوا عمرة وجاتها الدورة. طبعا استمرت معها الدورة إلى موعد سفرهم وما استطاعت انها تتمها، وسافرت الى اليمن، والان تسال ماذا عليها تجب، بالرغم ان العمره عن خالتها متوفيه. ما دام احرمت بالعمره يجب عليها اداؤها، واذا اصابها الحيض تنتظر ويجلس معها محرمها حتى تنتهي حيضتها وتغتسل ثم تؤدي العمره. قوله صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفيه: احابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: إذن فانفري. وأمر المسلمون، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بطواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فطواف الوداع فقط هو الذي يسقط عنها، أما العمرة، أما طواف الإفاضة، السعي، هذا لا يسقط عنها. أركان الحج أو واجبات الحج لا تسقط عنها ما عدا طواف الوداع. واجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر وتغتسل وتؤدي عمرتها، ويجلس معها وليها، وهو على أجر ومثاب إن شاء الله. نعم. عبد الله من الخارج معنا على الخط، تفضل عبد الله. السلام عليكم. السلام. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضل. أنا اشتريت عقار قيمته 1,600,000، المبلغ اللي راح أمنه المشتري 1,400,000، يتبقى 200,000، اتفقت أنه يعني يأخذها من الأجار ويصير فيها فائدة له، يعني 250,000، 220,000، فيها شيء يا شيخ؟ يأخذها إيش؟ يأخذها من الأجار. ايه؟ أجار البيت. ايه؟ اي نعم. وياخذ زياده. يعني انا راح اوصل له 1,400,000، وقيمه العقار 1,600,000. ياخذ زياده على البقيه، ياخذ 200، هي 200,000 المتبقيه، ويقول لي انا ممكن اخذها 250,000. لا، ياخذها فقط ولا ياخذ عليها زياده، ياخذ ال 200 فقط. اي نعم، من الاجرات. نعم، ولا فيها اي شيء. بارك الله فيك، شكرا لك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أيهما أفضل بعد أداء صلاة الفريضة، الشروع في النافلة أم الاشتغال بالأذكار؟ يأتي بالأذكار ثم يأتي بالنافلة، يعني قصده الراتبة. نعم. إيه، بعد الأذكار يأتي بالأذكار ثم يأتي بالراتبة بعدها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس فضيلة الشيخ عند هبوب الرياح يسب الرياح، فما حكم ذلك؟ مأجورين. هذا معصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، لأن الريح مسخرة بأمر الله، تسخير الرياح، تصريف الرياح، تصريف الرياح بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي مأمورة، والذي يسبها إنما يسب الله الذي سخرها وأوجدها، هذا أمر لا يجوز، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود لمثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، إذا كانت المرأة تصلي في غرفتها ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، فهل لها أن تقرأها أم تعيد الصلاة؟ إذا كان الشك دخل عليها وهي في الصلاة، شك ما هو وسواس، شك، فإنها تعتبر الركعة التي تركتها منها لاغية، تأتي ببدل عنها وتسجد للسهو. أما إذا كان الشك إنما جاء بعدما فرغت من الصلاة فلا تلتفت إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول: ما حكم تأخير الحج مع القدرة عليه؟ يحرم هذا حج الفريضة، يحرم تأخيره إذا كان يقدر عليه. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، والأصل في الأمر الفورية، ولا يكون على التراخي إلا بدليل. نعم. أيضا له فقرة أخرى يقول: هل نسك الإفراد مثل الأجر بقية الأنساك فضيلة الشيخ، أم أن التمتع والقران لهما أكثر زيادة؟ تتم للجواب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا حج هذا البيت، إن أحدكم، أو تعجلوا حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أما الأنساك الثلاثة التي هي التمتع ثم القران ثم الإفراد، فأفضلها أولا التمتع، ثم بعده القران، ثم بعده الإفراد. نعم. معنا أبو مهنا، تفضل على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. سؤالي الله يطول لي عمرك: السيارات اللي جار بالتمليك، المنتي بالتمليك، هل هو جائز ولا لا؟ حرام، حرام يا أخي، صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم. ما يجوز؟ لا. طيب شكرا يا شيخ. حياك بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هل الذي على الكرسي في حكم القائم في حكم الجالس؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية، هل هو في حكم القائم أو في حكم الجالس؟ القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. نعم. لا يسقط إلا مع العذر. وأما في النافلة فإن كان قعوده لجلوسه لعذر فله مثل أجر القائم، وإن كان لغير عذر يجوز له ذلك وله نصف أجر القائم. نعم. ناخذ اتصال الأخ خالد، تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله بالخير شيخ. حياك الله. شيخ الله يرضى عليك، أنا عندي نية حج السنة هذه إن شاء الله، ومطلوب لدى شركة الاتصالات مبلغ تقريبا حوالي 6000 ريال، وأبغى أشوف هل بإمكاني أن أحج وأني أسدد الاتصالات أو صديق له أنت. يا أخي، إذا كان عندك مال يتسع لتسديد الدين وللحج فإنك تحج، أما إذا كان المال لا يتسع إلا لتسديد الدين فإنك تبدأ بالدين قبل الحج. أحسن الله إليكم. تكون الزوجة يا شيخ صائمة لقضاء الأيام التي عليها من رمضان، ويطلب منها الزوج فورا الإفطار، فهل تطيع الزوج في ذلك؟ لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصوم الواجب أداء أو قضاء أو نذرا أو كفارة، إذا دخلت فيه حرم على الزوج أنه يفسد صومها عليها، إنما هذا في صوم النافلة فقط. نعم. تفضل يا أخي محمد من الرياض معنا على الخط. محمد. السلام عليكم. السلام. يا شيخ عندي سؤال رهينك، تفضل. بسأل عن العطور اللي تحتوي على نسبة من الكحول، هل هي جائزة استعمالها ولا لا؟ وهذه ينظر فيها، إذا ثبت أن فيها خلطا من الكحول فلا يجوز استعمالها، لأن الكحول خمر، والخمر نجسة، والله جل وعلا قال: فاجتنبوه، يعني في الخمر اجتنبوه، كيف نتطيب به والله جل وعلا يقول فاجتنبوه؟ فإذا ثبت أن فيها كحول فلا يجوز استعمالها، أما مجرد الشائعات فالأصل الإباحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: شيخ، بالنسبة لتصليح الأسنان وبرد الأسنان لتجميلها، هل في ذلك شيء في الشريعة؟ إذا كانت الأسنان فيها خلل وفيها عيب فلا بأس بإصلاحها وعلاجها، أما إذا كانت سليمة فلا يجوز التدخل فيها بتفليج أو غير ذلك. نعم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد يقول: الشيخ صالح، يطلب أصحاب بعض الحملات مبالغ خيالية
للحج معهم، ونحن لا نستطيع أن ندفع هذه المبالغ، فهل تأخيرنا للحج فيه شيء من الإثم؟ إذا كنتم لا تستطيعون التكاليف فليس عليكم حج، لأن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا. أنتم لا تستطيعون التكاليف مؤونة الحج، لكن الحملات يجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تراعي أحوال الحجاج ولا تثقل عليهم، وعلى الجهة المسؤولة وهي وزارة الحج أن تدقق مع أصحاب الحملات ولا تتركهم يتلاعبون في الناس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول هل الخوف من الإخلاص يدل على الإخلاص؟ الخوف من الشرك. نعم، الإخلاص ما يخاف منه يا أخي، الخوف من الشرك من عدم الإخلاص. نعم، هذا يدل على النية الطيبة، وإذا خاف من الشرك فإنه يتجنبه، خوفه منه يقتضي أنه يحذر منه ويتجنبه، هذه علامة خير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا بالنسبة لأداء العمرة عن الوالدة أو والدي الحيين، هل هذا جائز؟ لا يجوز إلا إذا كان عاجزين عن فريضة الإسلام من حج أو عمرة عجزا مستمرا لا ينتظر أن يستطيع بعد ذلك، فإنه يجوز لك أن تحج عنهما، ويجب عليهما هما أن ينيب من يحج عنهما حج الفريضة، أنت أو غيرك. نعم، يقول أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم، الله جل وعلا أخبر خبرا مؤكدا بالقسم أنه قد بعث إلى كل أمة من الأمم رسولا يقيم عليهم الحجة ويدلهم على الصراط المستقيم، وهذا من فضله سبحانه على عباده حيث لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ليدلهم على طريق الخير ويبين لهم ما يجب عليهم، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. والمراد بالأمة الجيل من الناس، الجيل من الناس يسمى أمة، والبشرية أجيال متعددة متعاقبة، وبعثة الرسول كان في الأمم السابقة كل أمة يبعث الله لها رسولا، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. طيب، فليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي جديد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعثته عامة ولأن شريعته كاملة صالحة لكل زمان ومكان لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة، ولهذا من ادعى النبوة بعد الرسول فهو كافر ومن صدقه فهو كافر. طيب، قوله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأخبر أنه يأتي بعده كذابون دجالون كلهم يدعي النبوة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم، شكر الله لكم وجزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، ورفع ذكركم في الدارين فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شكرا لفريق العمل الذين تابعوا هذه الحلقة، هذه تحية من مخرج هذه الحلقة الزميل نايف الكرشمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.